السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة أجيال أندلس. يا جماعة، ازاي نتصرف لو رضيعك أو طفلك بلع عملة معدنية أو أي جسم غريب آخر؟ خلي بالك من دي، بتحصل في البيوت كتير من غير ما ناخد بالنا، حتى ممكن يبقى غطا بيبسي أو كلام من ده. هنعمل ايه، نتصرف ازاي؟ أول حاجة هنعملها بتوضع الطفل بالطريقة دي اللي قدام حضراتكم دي، بيكون رأسه في اتجاه الجاذبية الأرضية، وبتضرب على ظهر الطفل بين ألواح الكتف كده، بس بحذر، بقوة بس بحذر، عدة ضربات متتالية. خلي بالك، مرة على مرة هتلاقي الحاجة دي بتطلع من مجرى التنفس أو إزالة أي جسم عالق بعد كده، زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم كده. وفي حال بقى عدم خروج الجسم بتعمل إيه بقى؟ بتضطر تقلب الطفل على ظهره، بيكون رأسه إلى أسفل ومنخفض عن باقي جسمه، وبرضه تقوم بتعمل إيه؟ أو أي حد يضغط على صدر الطفل عدة مرات متتالية، بحيث تضغط 1 2 3، تقعد إيه بالراحة كده لغاية ان شاء الله بعون الله المجرى بتاع التنفس بيطلع منه ايه الجسم العالق ده لما يحصل التوسع ده، مرة على مرة. بس برضو خلي بالك وانت بتعمل بحذر. طب لو ما حصلش بقى الحاجات دي، ما طلعتش، تعمل ايه؟ تتصل ضروري بالاسعاف. اي حاجة قدامك يا رب تكون نصيحة مفيدة ننشرها حتى تعم الفائدة، وربنا يسترها علينا وعلى اولادنا كلنا في امان الله. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.